تحياتي، كيفكن أصدقائي؟ حالياً أنا متواجد بمحطة القطار متجه إلى مدينة سيامن بجنوب شرق الصين. فيلا نبلش جولتنا. أول شيء بس بدي أفرجيكم الزحمة، لأنه هلأ الأعياد على الأبواب. شوفوا الازدحام. هلا بلشوا تشيك التيكتات بالنسبة للرحلة تبعيتنا. هاي البوابة. أنا بدي أروح على العربي رقم 1. أشوفوا هاي رقم 4. هاي العربية تبعيتنا رقم 1. نشوف أنا هون المقعد تبعي جنب الشباك جنب هاي الخالة. هاي ده المقعد تبعي جنب الشباك، دائما بحب أحجز جنب الشباك، الواحد بيشوف الطبيعة، بشوف شو في برا. طبعا هاي المدينة بعيدة عني 8 ساعات بالقطار. وهلا حاليا وصلت على سيامن. انا حاليا بمحطة القطار، خليني افرجيكم. خلينا نعمل هلا تشيك اوت. هلا انا بمحطة المترو مشان بدي اروح على الاوتيل. هلا ناطرين المترو ليجي. اصدقائي كيفكم؟ هلا بدنا نروح على شط البحر. حاليا انا بمدينة سيامن، كنا نروح نزور شاطئ البحر، فخليكم معنا بهالجولة. هلا درجة الحرارة هون 15، مع انه نحن بكانون ثاني بالشهر الاول، بس جو معتدل جدا لانه مدينة ساحلية على شاطئ البحر وهي بجنوب الصين، فمعروف مدن جنوب الصين هي غالبا مدن دافئة، على عكس مدن الشمال اللي بيكون فيها الجو صقيع وبرد وثلج. مدن جنوب بيكون فيها الجو معتدل ودافئ بفصل الشتاء. هاي شوية مشاهد من مدينة سيامن، شوفوها ما شاء الله على الخضار، على الورد كيف مفتح. يعني بصراحة حاسس حالي بغابة مو بمدينة. هلا بدي اروح على شط البحر وصور لكم هنيك فيديو. We are now at Xiamen Hotel. وهي وصلنا على شط البحر. شوفوا ورانا في جزيرة، في عدة جزر، أرخبيل جزر. هلا شايفين هديك الجزيرة، بدي أجرب أروح عليها، فيلا نشوف كيف بدنا نوصلها. أحلى شيء هو المدن الساحلية فصل الشتاء، يكون جوها معتدل ودافئ، خاصة إذا كانت بمناطق جنوبية أو بمكان قريب من خط الاستواء. هلا في مدن ساحلية بالشمال بس كتير باردة، مثل هون بالصين مدينة داليان، مدينة إينكو، بأمريكا مثل ولاية نيويورك، هاي مدن كلها على البحر بس كتير باردة، لسبب إنه
بشمال الخط الاستواء بمسافة كبيرة. هلا بدي اجي على ميناء اليخوت ونركب اليخت ونروح على الجزيرة. هلا رح روح اشتري التيكت. من هون فينا نشتري التيكت. شوفوا الجسر الخلفي شكله شو حلو. هذا جسر منحني بس مو جسر سيارات، جسر مشاة. هلا رح نطلع عليه ونصوره عن قرب اكثر. في مصعد خلينا نلحقه. سيسي. هلا انا على الجسر من فوق، شوفوا كيف عاملينه كمان حوالي هذا الجبل. بصراحه شيء كثير حلو، ما شاء الله على الفيو. هلا ما بعرف اطلع لفوق ولا حاج هون، بس شوفوا الوردات، لنصور لكم الوردات عن قرب. هلا انا نازل على هذا الجسر، شايفين كيف معمول بشكل حلزوني. هلا شوفوا الجسر هذا في عدة طبقات هنيك، عامل فيو على المدينة كلها. بس حلاوة هاي المدينة هو الهدوء. صح انه مدينة سياحية الى حد ما وجه عليها ناس كتير، يمكن لانه لسه ما بلش موسم العطل والاجازات، يمكن وقتها بتبلش الزحمة ما بعرف. هاي حاليا انا بالميناء مكان انتظار اليخت، هلا بعد شوي رح يجي. فكر حاله الواحد قاعد بمطار، كراسي وانتظار وصالات وجواز هلا رح ننتظر شوي وان شاء الله بعد نص ساعه رح ننطلق. هلا صافف على الدور، بدنا نطلع على السفينه. هلا حاليا راكب بالسفينة ورايحين على الجزيرة. هاي لا وصلت، بس المشكلة الدنيا قريب المغرب فما بعرف إذا بلحق شوف شي ولا لا. هذا الممشى أو الكورنيش. هلا هون صار الهواء بارد. شوفوا كيف بلشت زينة عيد الربيع، لأنه عيد الربيع هاي الفوانيس الحمراء، عيد الربيع على الأبواب بعد تقريبا حوالي 15 يوم أو لا بعد 10 أيام ببلش. هو عبارة عن عطلة رسمية بتستمر شي 10 ايام بالصين، هو هذا اهم عيد بالصين، فكل الصين بتسكر، كل الناس ترجع على بيوتها على قراها على مدنها،
خاصة الناس بالمدن الكبيرة، لأنه بكونوا تاركين مدنهم الأصلية وقراهم وجايين على المدن الكبيرة عم يشتغلوا، فبتعطل كل الصين بهالعشرة أيام. شوفوا حالياً أنا دخلت بأحد الأحياء، في عالم هون ساكنة وعايشة بجزيرة عادي يعني، بس ما شاء الله شوفوا هالطبيعة شو حلوة. هدول ما بيحسوا فصل الشتاء، عطول عندهم الجو معتدل وخضار حواليهم وحياة هادئة، فغالباً بيشتروا بيوت هون. غالباً بيشتروا بيوت هون بهي جزر، هي جزر كون البيوت فيها كتير غالي، أخذتها شركات تطوير عقاري، فبيكونوا هن رجال أعمال حابين يتقاعدوا وهيك يعيشوا بسلام آخر سنين عمرهم، ينعزلوا عن العالم عن ضغوط الحياة، فبيجوا هيك جزر بيعيشوا فيها. هنشوفوا هذا سوق للمأكولات المحلية. هاي الأحياء بتحسسني بالدفى والبساطة. شوفوا لهالحارة شو قديمة. شوفوا هذا مكان أثري، بس هي آثاره يعني ما ضل منه شيء، مهدم. هلا رح نركب السفينة ونرجع من حيث أتينا. صراحة كانت جولة حلوة، جزيرة تاريخية فيها أبنية تاريخية، فيها طبيعة كثير خلابة، وكثير انبسطنا فيها. حاليا أنا بالسفينة راجع على سيامن، على مدينة سيامن من هي الجزيرة. هذا الضريح اللي خلفي هو ضريح النصب التذكاري لشهداء مدينة سيامن، فخلينا نشوفه سوا. شوفوا عاملين له النصب التذكاري. وهلا راح نروح على الحديقة الوطنية.
هلا بدي اروح اشتري تيكت مشان تلفريك. في هون تلفريك. هاي هلا انا بتلفريك. هاي جنبي هذا العم. هذا التلفريك بمدينة سيامن بالصين. اليوم تاريخ 24/1/2024. وهلا اشتريت هاي الفاكهة اللونها أحمر، شايفينها؟ اللي بيعرف اسمها يكتب لنا اسمها بالتعليقات. في هاي الفاكهة كمان، في هاي اللي عم بيقطعها. هلا بدي اجرب هاي الفاكهة الغريبة اللي شوفوا كيف من جوا تنشرب بالشليمونة. شوف كيف طعمتها. والله بصراحة قريبة على طعمة الكيوي شوي، بس حلوة. كيوي في شوية حموضة، هي حلوة طيبة. هلا خلينا نجرب هي الفاكهة. شوفوا شكلها بشبه الفليفلة الحمراء. القوام من الداخل بشبه التفاح، بس طعمتها ما بشبه التفاح، تشبه بصراحة شيء مو أكلينه من قبل. يعني ما أنا حلوة، مزة شوي، بس ما أنا سيئة، طعمتها طيبة يعني.
والله طعمتها غريبة بس طيبة. هلأ جيت على شط البحر، شوف الهواء والأمواج كتير عالي، في ناس مات هواء باردة. هيشوفوا العالم عم تلعب بالرمل، صور لكم اياه هون، هاي العالم كيف عم تلعب بالرمل. وهي هون هيك كافيهات، محلات بيع آيس كريم، شغلات. وهلأ اجيت على السوق الشعبي بهاي المدينة، مدينة سيامن. هنجول سوا بالسوق الشعبي تبع مدينة سيامن ونشوف المنتجات والأطعمة اللي بيبيعوها هون. شايفين كونه مدينة ساحلية، فصدف وما صدف وهدول الحركات. وغالب المأكولات هي مأكولات بحرية، ولكن تباع بالشارع يعني. شوفوا هذا الجمبري مقلي مثل بروستد عاملينه. هاي الاخطبوط. هاي مانجا مجففة. هاي شوف محل الحلويات هذا شو عنده. شوفوا كيف عم بيعملوا من الفواكه والورد، شيء بيشبه اللوزينة بسوريا بس هون عم يعملوها بالفواكه والورد. هاي العشاق المأكولات البحرية. شوفوا كيف بيقطعوا الفواكه وبيحطوها هيك بكاسات، طريقة فنية. هاي نيهاو نيهاو اي بي دو شاو تشان شو كواي تشان. شوفوا اي كاسات الفواكه، الكاسة ب 15 من بي يعني تقريبا دولارين. شوفوا هذا البسطة العاملة والفواكه العارضة عنده ما شاء الله، اغلبها هي فواكه استوائية. شايفين المنتجات كلها بتتمحور حول السمك، الفواكه، وخاصة الفواكه الاستوائية، شغلات جنب البحر يعني بالأماكن الدافئة. هي هون المنطقة التاريخية، فهيك صارت سوق شعبي. شوفوا ما هدموها، ما عملوها، بس نظموها شوي، خلوها بس للمشاة، وصارت هي سوق شعبي بهي المدينة، وبيجوا عليه السياح. ما شاء الله شوفوا هذا محل فواكه كمان، شوفوا كيف عارض. هي جوا عنده المانجا، الفراولة، الكيوي.
شوفوا هذا هون محل بيرسم، تعطيه صورتك بيرسمك. شوفوا هاي الصورة وكيف هو رسم. سي سي ني هذا صبر. سي 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 هذا الناس بيجيبوا له صورتهم على الموبايل وبرسمهم هو. فيهم فنانين بصراحة، والبير بيرسم فنان يعني. هيك بكون وصلت لنهاية السوق، رح نطلع منه هلا وما بعرف رح روح لوين، رح شوف لسه شوفي أماكن حلوة يخرج الواحد يزورها ويصور فيها. هاي حاليا أنا بمحطة القطار، بمحطة القطار مدينة سيامن، بعد شوي راجع على شانغهاي. هيك بتكون خلصت جولتنا بمدينة سيامن، إن شاء الله يكون عجبكم هالفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا تضغطوا لايك وتشاركوا بين أصحابكم وتشتركوا بالقناة. كان معكم محمد المنصور، سلام.